اسود، يا نهار اسود، انا قلبي واقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت يا لؤي ماتت؟ معرفش 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 ماتت ولا اتكيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط نمت العربيه. لا لا، الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط منكم العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن؟ انت هتنزلني هنا؟ مش هصه ما يكون حد لقط نمت العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ هروح اتلقى في اي حته لغايه الصبح. لقيتش غير الحته المقطوعه دي اللي تنزلني فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربيه جايه في وشك ساورين هتقف لك. انزلي بقى انزلي. اليوم الفصلان ده، استر يا رب، جيب العواقب سليمه لاجل حبيبك النبي يا رب. فين عم شغلول يا ام فاطمه؟ في ايه عم شغلول؟ بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفه بيسال عليكم، ولما سالناه عايز ايه قال ابله فاطمه خبطت العربيه. يا لهوي، بدي ضاعت يا شلوفه. بالراحه بالراحه يا ست، بالراحه. اهدي بالله اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ ما اعرفش يا عم شغلول، تعالى وانت تعرف منه. يا لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا يلا يا ابني، لا حول ولا قوه الا بالله. هات الباب وراك يا ابني، هات الباب وراك يا ابني. خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حقك كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوه روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معاه. قلت لك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلت لك اني صدقتك، صدقت كل كلمه قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه، مش اخوك؟ بقول لك ايه، الصبح على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خساره، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده والبس اللي يا بنت. وطي صوتك، انت ما بتفصليش يا اخويا، بالراحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا.
لا مؤاخذة يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت علي حضر اللي اتفقنا عليه، ميعاد الليلة. تحت أمرك يا فندم. تعالي يا بت. طيب يا بي. اقعدي يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذة يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح قوي لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص يا باشا. معلش انا اقول لك الصراحه يا باشا، نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعنايه واعمل لك كل اللي انت عايزه. ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي، انا جايبك النهارده عشان حاجه محدده. ماشي يا باشا، اوامر. النوح بيحضر لشغلانه جديده. ايوه. الشغلانه دي عباره عن ايه؟ ايوه، النوح هيجيب شويه ادويه. شويه الادويه دول هيجيبهم باسم شويه اجزخانات. ايوه. الادويه دي سامه وخطره جدا جدا جدا. يا نهار اسود ومنيل، هيسمني كده؟ مش هيسمك لوحدك يا سوريا، كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب بالراحه والنبي. يا باشا. ايه يا باشا؟ اديكي نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول، احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لا مؤاخذه يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك وانا بتضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنيه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. الدكتور خرج اهو. طمنا يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوسع. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش. بس انا حابب اطمن عليكي. اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ انا كده بقيت كويسه الحمد لله، وان شاء الله كمان هتبقي احسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ انا مش عايزك تجيلي نفسك بالكلام، انا عايزك تعرفي كويس إن ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع الثمن غالي. لازم نفوق كده نرجع نذاكر. تطلعي الأوضة جيبي على الهوا. حدرجة بدلجة، حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله حي وحياة أمك لو وريكي شغل الحلق حوش بتاعك ده. جرى يا ست شوق؟ مالك واخدنا على الحامي كده وفايرة على آخر ياختش؟ بتلعبي بيا الكورة من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، أعمل فيكي إيه؟ يا ست شوق الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونية صافية. وأنا بقى اللي نيتي بني إن شاء الله. يا ولية حرام عليكي، هو أنا حلتي غير نية؟
اسم الله عليك يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع أم شوية، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شوية بدل ما هي واقفة ومحجرة كده. يا ولية حرام عليكي، ده نطلع لي حب الشباب، خلصيني. حطيت الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخدة اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجة ولا بيعبر أمي. قوليلي كنت طاهرة؟ ما أنا طول عمري طاهرة يا ولية. خلاص هتلاقي جاي للجالي ومتكعبل في عتبتك. متكعبل ازاي؟ بقولك بيعدي قدام باب الأوضة وكأني هوا. تقوليلي يتكعبل؟ هتلاقله في الضلمة يعني وحطوله قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومة. ده اختبار من فوق ولازم انت بقى هده وتكني في قطك واستني. هتلاقي جايلك مخبط على باب قطك مقدملك فروض الولاء والطاعة. وبإدعيلي اوعى تنسي الاسم حنطومة سقسقة عشان الدعوة تجوز. هات الكوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى. وحياة امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده لحكون مبلغة عنك بنفسي. عارفة ده انا اللي حسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا بقالك مده كده مش عاجبني؟ سهلت عليك العافية يا حاجة. لا أنا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتكدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. أنا مش قصدي صغارك، لكن عايز أكبر خميس. ما تفرقش يا حاجة، كله محصل بعضه. تبقى أنت زعلان من كده. أو هزعل من إيه؟ الله، ما هي دي الحقيقة يا حاجة. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وأنا ما قدرش أسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنة. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربه اللي يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجة، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنة. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يا بيسة، مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانتي. يا بنت لو باقي عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه هفشى في ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه، يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس، ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني، واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب. عقبالي يكشي يكون جمعه بلاش خميس.
مدام كرامة، العصبية عمرها ما كانت حل لأي مشكلة. اللي عندك ده حالة نفسية مؤقتة، وإحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته، وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة. جوزك مش فاهم ماله؟ ما انت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. يعني ايه مش حاسة بنفسك انك ست؟ انت مش ناقصك اي حاجة، لازم هو يفهم كده. ومسألة صوتك دي قلتلك دي حالة نفسية مؤقتة وهتزول. وإذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العيادة أقعد معاه وأفهمه. خلاص بلاش. بس عايز أسألك سؤال، العلاقة الزوجية يعني العلاقة الخاصة بينكم طبيعية ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه؟ لازم أعرف عشان أعرف أعالجك. يعني إيه؟ مشغول ولا مش عايز؟ يعني إيه مخنوق منك بسبب إشاراتك دي؟ دي مش إشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامة لازم تعرفي إنتي مش خارصة، انت عندك مشكله نفسيه مش اكتر وهتزول. اكيد في امل طالما ربنا موجود، بس المهم ان انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرام عشان نكمل الجلسه. شفاعه هو المسؤول عن توزيع البضاعه دي، ومش عاوز اي غلطة المرة دي. كفاية قوي ان احنا خسرنا واحد من اهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لاي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفتحة، يعني المرة دي الغلطة بقبض روح. انا بس اسف يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجالة دي كلها. شفاعة امر كبير، براحة يبقى تحت ايدك. انت بتقول ايه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الامان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجالة ربنا معاكم. حصل يا كبير. بقولك يا شروق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحك؟ بقول يعني ايه رايك لو لو ايه يا راجل؟ ما كنت يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن؟ ده انا بحبك وقلبي عليك. شو
في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. أبو سنة! كنت مسلم لها خدك ليه؟ مرت الجبشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر يمال مش عازة، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم تبقى على رقبتك، وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ هو المعلم ابو سنة ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه ولا مؤاخذه عافيه، وهو يعني مطني. اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه. ها هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات هات. ولا عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع السواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيط بسيط. بسيطه ازاي يا ميت؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحله من العربيه لحد واجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوة، جت الحكومة راحت ماسكاه. وخدوا المطوة؟ لا، عايل من الورشة راح مسلكها بالحكومة من الطب. هو أصحاب الورشة دول حبايبكوا قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجالة قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقة. خلاص. يبقى تاهت لأنها شقيق. إزاي يا متر؟ إحنا نعمل ورقة بتاريخ قديم إن الورشة دي ملك أخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكاية تانية بقى غير حكاية الأجرة اللي بين أخوك والقتيل دي، حكاية فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده. ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو؟ يا ابن الايه يا متر، ده انت اللي حلو. ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقوله؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شويه ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول؟ ده انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجه. معلم ابو سنه بدران الشواف خدامك.
زمان لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره ويقعد يشرب يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق اقول له ويدوقني اب ديمقراطي بصحيح لا ديمقراطي ايه ده كان تعليمه على قده يعني واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش وام الزمار ما نروح البيت اصل امي دي كانت ايه كانت شديده قوي 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 بس هو اللي كان حادف الشمال زار كان طالع لي ولا ايه طب ما تنزل لي يا معلم ده مهما كان ابوك برضه ما طلعش شمال ليه اذا كان كل اصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين اول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي اما شافته في جيبه ما كانش قادر يخبيه في حته من الدارية شويه عن كده وما ماتت حزنت عليها قوي قوي وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت قوي اختي وضربتني اول الم في حياتي قالت لي سد خشمك بطل عيط ما تبكيش بكى للحريم بس طول عمرها جديده شديدة وقلبها ناشف لقيتني ريح ولا إلع حزن لا يا إلعه إيه خليه مسطور أو مسطول حلو انت كنت بتفرح كل يوم مش عارف حيالك توت مني انا مش انا انا توت ايه ده اثبت انت مين يا خميس ايه خميس انت عارفني الله انت خميس عارف انت بتسرقني يعني ولا ايه اسرقك ايه بس شيل الطبانجه دي الاول طبانجه يا طالما دي طبانجه بقى يا بنت الخال انا اللي بقول لك ايه ده انت مسطول كنافه انت شكران طينه مش يعني يا جدع بالراحه وطي صوتك حطي صوتك حطي صوتك انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف ده انا فتحنا كده افتح يا عم خال ضايع أول مرة أشوف خال فضيحة كده ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش يبقى أنا شربت المفتاح انا قلت ايه كده ليه انت مش شايف حاجه ولا ايه ده ايه ده الباب مفتوح يبقى يلا ندخل بقى طب يلا يا ساتر يا ساتر بس بقول لك ايه مش وش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد سيب يا عم اقول لك يا عم تيجي نقلع الجزم ليه؟ يعني عشان الصوت صح 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 انا راح طب
صباح الخير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة نصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت مسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى فيني. يخرب بيتك، ايه انت هتودينا في داهيه؟ يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، ايه انت هتودينا في داهيه؟ لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطه. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانة، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي هند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوسه ايه؟ بوسه ايه؟ يا بنت هتودينا في داهيه. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا مش عرفتني ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوى التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. انت بتعمل ايه هنا يا ابو سن؟ ضاويه؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟
وطي صوتك، مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. هات يا بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ هات يا بنت المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمعك كلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت، مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاج؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس